حنا غنمشيو دابا لدار الامومه اللي تشنات من يد على يد السي العامل. السلام عليكم. السلام. الوغ دابا غندخلو لدار الامومه ماتيرنيتي اللي تشنات في مدينه تفراوت. الوغ هادي هي الدخله ديالها. تبارك الله على مدام يسرى. هادي هي الدخله ديالها. دونك هنا كاين الصالون اللي كيستقبلوا فيه العائلات ديال لي فام اللي كيولدوا هنايا. الوغ هنايا كاين تمامات. هنا كاين لا كوزين. هنا فين كيتوجد الاكل اللي كيصاوبوا السيدات اللي ولدوا. وفي الايطاج الثاني كيطلعوا تما فين كاينين لي شومبر فين كينعسو العيالات حتى كيوليو بصحة جيدة عاد كيسمحو ليهم بالخروج. نكون متواجدين في دار الأمومة تم التدشين ديالها مؤخرا يوم الخميس. هاد دار الأمومة تبنات في مدينة تفراوت لأن كاين نقص بالنسبة للسيدات اللي كيولدو ما كيلقاوش فين يولدو دونك كانوا كيضطروا يمشيو حتى لمدينة أخرى. دونك قامت الأسوسياسيون ديال السفاري بتدشين هذه دار الأمومة. هذه جمعية إسفارم. جمعية إسفارم هي اللي قامت بهذا الشيء. اللي قامت كما كنشوفوا تشنتوها. المحل تبارك الله كبير كيستوعب واحد العدد 12 تقريبا ديال لي فام. وانتم كما كتشوفوا دونك هذه هي الدخلة دار الأمومة. تبارك الله. من هنايا كاين الصالون. شفنا داك الصالون كيستقبلوا فيه يمكن كيستقبلوا فيه العيالات العائلات ديال العيالات اللي كيكونوا والدات. غنجيو هنايا هنا كاين صال دوبا. هنا كاين الكوزينه اللي كيحضروا فيها الاكل للفام كيكونوا ناعسين هنايا. مرحبا. مرحبا بينا عندك. تبارك الله عليكم. ما شاء الله عليكم. بارك الله فيك. الوغ دابا غادي نطلعوا للفوق باش نشوفوا. غتمشي تشوفي لا ما غاديش تشدها البارح. دونك كما كتلاحظوا فين داك البيبي باش نصورو معاه شويه. ناعسه البيبي. هو ناعس حدا الام ديالو. هلا ماما. حنا غنمشيو نشوفو هادي بالحنان ديالها.
تهليت الماكلة داك الحلو حنا ماشي بخير زوين بالصال دو بان غنشوفو نموذج اخر يعني كاين 8 شومبر داكوغ ودونك كاين لي زوطخ شومبر كل وحده بالديكور ديالها يعني تبارك الله ولدو هنا جوج تبارك الله على جوج ديال العيالات البارح كاينين ثلاثة دابا ثلاثة ديال العيالات اللي ولدو تبارك الله اللي ولدو البارح هما اللي كاينين دابا هنايا في الشومبر تبارك الله عليكم تقريبا شحال غيبقاو هنا هاد لي فار كيبقاو من ثلاث ايام حتى ثلاث سيمانة تيبقاو يومين حتى ثلاث ايام ولكن إلا كانت شي حاجة يرجعوا راه كيبقاو من 5 ايام حتى 6 ايام يعطيكم الصحه ويجعلوا في ميزان الحسنات ان شاء الله تهلاو فيهم تهلاو فيهم يا رب ان شاء الله هذه وحده اخرى هذه اورانج كيختلفوا غير في الالوان اختلفوا في الالوان في الالوان كيختلفوا دائما جوج ديال اسيرجا وديال لي بيبي عاوتاني لا تيلي الحمام ديالهم بلاكار ايوا شكرا لكم من بعد ما صافي درنا دويره تمايا غادي نمشيو دابا نشوفو العيالات اللي ولدوا تمايا نشوفو غادي ندخلو في واحد لاشومبر يلا واحد المراه تبارك الله ولدات ولدات في هذا الشيء جديد تبارك الله ما شاء الله ولدات في البيت تبارك الله ما شاء الله ولدي ديال البيبي لولي ديالو احنا نمشيو نضربو دوره في البيوت الاخرين اييه ولكن ما خصكش تسخني بلا كلاص حيتاش كيديروا هنا كيخافوا من البرد كيبداو يسخنوا في الوليدات هذه المره الثانيه نمشيو نشوفوها الثانيه اللي ولدات هذه جات بنية ديك لا شومبر الاولانية وليد هذه بنية تبارك الله شنو سميتيها ولا باقي الله يكمل معايا بالخير تصبح عزيز ان شاء الله يلا على سلامتك سميتك رشيدة على السلامة السلامة الشومبر كاع كلهم بحال بحال كيختلفوا غير في الالوان تبارك الله ساريتكم في دار الامومه صافي خرجنا من تمايا وغادي نمشيو دابا للسبيطار اللي لاصق معاها نمشيو نشوفو سميتو الجروب ديال لي ميديسان ديال دونتير نشوفو شنو كيديروا العمل ديالهم دابا دخلنا لوبيتال ديالهم اللي كاين هنايا في سميتو في التفرات
أسنان. تبارك الله عليكم. تبارك الله الدكتور ديالنا راه كيحيي السيدة. لا كداويها. كداويها تبارك الله. جاو عندكم الناس بزاف؟ تبارك الله عليكم. شكرا.